صدّم بحين ما ينما هني حتى لباتن ما بحكرنه شان يتوان ما بحكرنه كم بافيع شنقف إلما وارد كأودي قطع بالخروف فوزير شنقف أو أرضية وارد كأودي قطع خروف بالكونتون يشان مش معقول مر كونتون يشان دولار تنتي تاس هدان أنا مقع والد كوه الليو تاوا كسور جنا أول بام وحلي أبن لباتن كود دولار سيدي أن كسور هذين أما نجح أن سوي كمين أما عدد أوصى شعالنا كنتن يشان دولار واي يو كانت ماتش واحد بدن وين المية حد هذي كنتن يشان على وادي ويني وحنا قن يا سوق يسيلا هينو قرا أو وحد دون السمية أو وحد دون كل دقائق بوك تليري يا من كل قد جاي أنا سكول كي لبعتني يشان دولار لقد جاي على غف أو أنا لبحين كرين أو رياك بحين يا ما أنت تبغل كي ليه ده المركز أفرتك وسوسك بحين كرين أنا محاية فيك عرورت هذا إلا يره هذا ربوك شن دولار وظروف باهيد أو شرطة أو حاجة وحبر الشدة أو رهانتي كسو بحضي وسارد وحبر الشدة بودلان أي كسو صارتي مجتمع غير بودلان أيضو عن حساب تمين أيضو عن هرين دين أيضو عن وحبا يراتي توريتانا عن أسمين مجتمع إن رونهانتي وحبرشادو ويسوس عطي مدب فربنا بيسوس عطي مدلع فربنا ويسوس عطي وح يكوسوس عطي ظروف عضق ظروف عس عضق ويكوسوس عطي وح كم ذا حبيراتي إن أنا وسارد وحبرشادو يبدلان أي سنكلاقة يبقى عضن مجتمع غير بدلان إن سنكلاقة يبقى عضن حقي وحبرشادو فيجا إن سنكلاقة يبقى عضن دوسيادي سرعة وين تودي إنا إذا كلا غيب قادم مركي والدين تكسو دالين أو كسو تعبيلين وحبر الشدي أولاد إنا إذا شام عديه كعاون أو شام عده اللوجد بيعيهين شام عده العجة شام عده دي بدأ هذانا كسي دارنا إنت أو دبعت مركي لصومره أو دلك ده حد يسلق صوصار عرضه دي شام عده لقى صوصاره إن دلك جودي سي دي بدي سو لقى صوصاره إنا هذانا عرضه دي أي سنهلين شقابو حبيرات أي إسكحل صادق وسارد وحبر شذا أم بطلان النبي صلى الله عليه وسلم يحيره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مسؤولية وجوين واحد كل عيسى مدحوينها وين نك أدارتي ومدا ومدحوينها واحد حزوستها حلقي محاض عن نك عبد الله محاض على قاس أو مدحوينها وترتمي وحيالي أو كترتمي واحد كم ده هلا بروان إنه وحبر شذا كدي جدون العقلان إنه أردنا كسب بعض الشام عضها إنه قصوا من دونه شقابور واحد نقطة إسكدة إن مارته شقابور أرض الله سميه واحد عضي إن إسكدة سكندرية دي العاويه واحد عضي أرض دي نبكى وحكوسه برني إهو يوينك وحكوبري عانها يعني هذا يدريق نحدي سو حكوبري إن ما أنت وسارديه إن قصوا شقتكان أو أيق إنت كيف كران أو إيش ران إن يرهدان حقال عكر هذينا أنا كره هذه إنه أرد هذا لبعضي سن أنت صدر وفاء وحكوس صبرت إلا هير برمو إلا هير كام عدد وحكوس صبرت وأن شغابور لاسمين واحد لعضي أو لبعضين ك لو دعوي هاي أو مع قوة وسيرة أرض هذا أي كتلة إن أرد جي مركو برمو كصبحه إلا إيه كام عد كصبحه إن أنا شغالين مالو عير سدينا سه إنه سهالين إنه معين بده أرد يجو إنه تهريبه إيه إنه نقطة جانجس درجية تاجن أرضي كام عندك كصوب حي كي كصوب حي سكندرية كي وحوي مع هذيلا كصوب حي ضمان إن درجية اللي سويمد سيدا درادة ومدة هربلان ميل والباقي شوغان ومدة دمير كله وحجرا نيسا إن أيوة عندل كنا إن دومينين أينا نحبي راته كهالين أو ديدين إن مناهج ده أما وحبر شذا هرمرين تيلا حدنا ظروفها أضج خلدا الدولة أرضق ميسو إن دتك ويستعجان حدان دولتي أيضاً عقلي هي حسابتن هي مزولية لايمان إن إنه إسكابه إنه هرر وياه عبر الشارع عرورته وارد والبابا سيبوا الميس أو حكوا صبرا وح أنا كده قال ما إنه وح ويان إنه يا مجانج سنقدان أما نجت تهريبان قفل بنوح وكب هنا يا إله غفور الرحيم أيها قريا وح أنا كسرنا دلع بلاش إسكال كل عتي سنة وهرورنا يا وأقولنا لكن ما بحين كرنا كنتن إيه شان دولار وأنا أكون كلا صباحا هينين بيلنا أنا كبحنا هينين ما أودن ما أنت هالك أنا سوون نبيد إنا كهذا الله
aragtida ah bugta qaaliga ah ee wasaaradda waxbarashada Puntland ay soo gudbisay ee qiimaheedu yahay $50 ee oo ardaygii arday kasta oo form 4 ama form 3 ama form 1 ay noqotay in la yiri keen ee qiimahaas oo ah qiimo aan aad u badan oo qofku ka bixi karin ee sidaan la wada socono manhajkan waxbarashada dawladda Puntland waxa ka horeeyay manhajka Soomaaliland waxa ka horeeyay manhajka dawladda federaalka manhajka dawladda Soomaaliland inta isku dhan ardayga waxa laga siiyaa $20 manhajka Soomaaliyana waxaa laga siiyaa $25 runtii waxa weeye anagana in $25 laga siiyo anagoo 24 sano maanta Puntland ay jirto oo lagu jiro xilli abaara ah oo noloshii oo dhan ay aad ciriir u noqotay oo waxaana qaadan karin sida la wada socotiin waxaa la la'yahay maanta fiidii iyo qootul duruurigii dadkan 190 waxaa ku xiran dad reemiya xoolihii waa ogtihiin oo ayagaa raashin la siinaya iyo biyo loo gadaya wasaaradda waxbarashada hawsha sanadka ay soo kordhisay oo dugsiyada sare dadku hawsha ma awoodaan shacabkii iyagaa noloshii kale la daalaa dhacaya marka madaxweynuhu arrintaa dib u fiiriyo wasaaradda ka soo fushay oo la yidhi ilmihii waa $50 dadku hawsha inay bixin karaan iyadoo abaaro jiraan oo awalba hawsha dadku aad u tabardaray inay abaarana jiraan hawsha in la bixin karo iyo inaan la bixin karin iyo dadka sida ay ku tahay qof waliba caqli waa leeyahay dawladdu inay caqli leedahay baan u qabnay dadka indha u tahay waxaan ka cabanaynaa buugtan 55 ah oo dugsi sare oo aanan awoodin oo aanan bixin karin oo aanan sanad kasta ayada aanan awal horay dhibaato noogu ahayd ayadoo 3 sano la soo dhaafaba fiigana lagu kordhinayay oo lacagta fi sanad kasta lacagta fiigana lagu kordhinayay oo nala ku kordhinayay oo 8-15 la kaga dhigay oo 4-20 la kaga dhigay oo aad aynoo u kululayd lacagta waxbarashada aan ku waxaan fikirkayga ka dhiibanaynaa qiimaha cusub ay soo kordhisay wasaaradda waxbarashada horta wasaaraddu ma kaftamaysaa horta ma awoodaan dadku horta bal waxa wasaaraddu ay soo dalacday dadku ma awoodaan wasaaraddu sama tahay mid la socota dadka dhaqdhaqaaqooda awooddooda iyo waxa weeye jeebkooda mid la socota ma tahay wasaaraddu ma tahay tii dadka u shaqeynaysa mise waa mid ka shaqeysanaysa waa su'aal wasaaradda waxaan weydiinaynaa xaggee ka keenayaan waalidiintu $55 mish macquul 5 qof ilma waalidka ay u dhigato bal ku dhufa wasiir 5 qof oo arday ah waalidka ay u dhigato ku dhufa bal $55 mish macquul marka miyaan caqligu shaqeynayn dadkii baa la rabaa in la baadiyeeyo qof walba inta ilmihiisa deydka u xirto mid daqra iyo mid khamri caba iyo mid qaad caba cuna inay noqdaan miyaa la rabaa bulshadu aan maskaxda ka shaqaysiin waalidiintu ma awoodo $20 bay awoodi lahaayeen sicir bar baa ku dhacay kiishka sagortaaba $50 ku maraya kii burkaaba $45 ku maraya caagadii saliidda ahayd baa $13 ku maraysa haddeeraa waxaa la taagan yahay qadiyaan markaasaa waxaa soo kordhisay doqontii ooda tiri la yiri qaad oo tiri ma qaadi karee mid kale halay dul saaro mush macquul waxaas ma soconayaan dadka loo naxariistaan leenahay kuwa reer Puntland waxaan ka hadlaynaa waxbarashada manhajka loo sameeyey dowladda Puntland horta waa soo dhaweynaynaa maadaama caqabado badan oo waxbarashada Puntland ka jireen oo lalahaa Puntland manhaj ma leh waxyaalaha iskaga dhici jireen dowladda federaalkana ay ka mid tahay aad baan horta u soo dhaweynaynaa manhajka soo dhaweynta waxbaa noo weheliya waxa noo weheliya waxa weeye dadka reer Puntland ama Soomaaliya maanta abaaraha iyo dhibta ay ku jiraan waad garanaysaa waxaan codsi u dareynaa madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dani madaxweyne annagoo ku hadlayna shacabka reer Puntland afkooda adoo u turaya dadka reer Puntland ama ummadda Soomaaliyeed waxaan kaa codsanaynaa dhibaatada dalku ku jira waad ka warqabtaa hadday abaaro tahay hadday colaado tahay hadday dhinac walbaba tahay waxaanu kaa codsanaynaa oo aan kugu tuumaynaa inaad firfircooni leedahay hoggaamiyeed waxaanu kaa codsanaynaa manhajka waxbarashada oo 55 laga dhigay ma awoodno shacabka reer Puntland iyo Soomaaliyeedna ma awoodaan manhajyadii dadkii waxa weeye maanta caruur aniga kula hadlaya oo taagan 4 caruur waxbarasho ii dhigata $170 baan ka baxshaa iskool iyo dugsi mugcunadaan siyay ku dhowda dadku saasay ku nool yihiin cid walba oo maanta dhaqaale haysataana ma jirto xoogaal baa dalka u tahay madaxweyne waxaan leenahay noodu wasaaradda waxbarashada amarsii
manhajka dawladda Puntland dhaqaale ku bixis hay'adahan way la kaashatay waxaan leenahay 2015 ha laga bedelo oo ha laga yareeyo oo ha looga dhigo dadka 15 koonfur waa 25 Soomaaliland waa 20 waxaan loo keenay ama Puntland oo dhanba buuq qaali ah waxbarashada ku saabsan oo aanan awoodin qof maanta oo dhan tuduu shaqeeyo laga yaabo inuu 5 doolar soo helo hadii la yiraahdo 100 doolar buuq ma bixin kara maya Puntland waxna xariis aan ku hayna male waxaan rabnaa buugta noocaas ah wasaaraduhu iyaga bixin jiray ha soo daabacaan wax kasta ka keenan laakiin lacag la'aan baa bixin jireen fakarka iyaga lahaa annaguna waxaan lahayn tasiilaadka kale hadda waxa soo baxday qofkii yaacna shacabka ahaa in la yiraahdo geel jiraha nimanka la yiraahdo geel jiraha baa waxa la yiraahdaa ninka u tabar yar bay usha saartaan wardoobiga nooqad iyo alaabta war anaga shacabkii baana wax ma wada awoodno mana shaqeyno waa aragtan lacagteena sicir barar baa ku dhacay kaashkii meel lama hayo door nin haystaana ma jiro lama awoodno dadka dawladda waxaan ka codsanaynaa ama maamulka ka codsanaynaa inay noo dhimriyaan oo wax ka bedelaan sidaan dulqaadka mataqaana waxaan dulqaad looma dulqaado karo buugtii manhajkii oo mataqaana aada loo qaliyeeyo wax laga bixi karmaa awal waxaa lala yaabanaa ardada mushaarka ama mataqaana ama bishii lacagta laga bixinayo haddii buugta loo raaciyana wallahi waa dhibaato maadaama aanahay dhalinyaradii Puntland shacabkii Puntland waxaan aada ugu camannaa waagtaas aadka loo qaliyeeyey oo ardada lagu qaliyeeyey ardadu maanta waxay u baahan tahay mataqaana hiil waa ardaday waddanka ku soo koraysay waa jiilkii waddanka ku soo koriyay waa arday maanta mataqaana dalka iyo dadka u baahnaa idiintuba waxaan leenahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne garab Allah ku siiyo garabkaaga nahay dhalinyaradaada ardaydaada shacabkaaga reer Puntland u nax oo sidaan wax ka bedel marka wasaaradda waxbarashada waxaan leenahay in hawshaas si il qabow lagu fiirsho si gaar loo fiiriyo ardada iyo manhajka ay waxa weeye la qaboojiyo la fiiriyo meelaha dariska nala ah sida hadda koonfur oo kale hadda waxa weeye waa aad iyo aad u qabowdahay sida Soomaaliland annaga Puntland wax kasta waxaan waxa weeye waxaan moodaa dad aan dadkooda u turayaanahay.